كنوزينا كنوزينا. صباح الخير ومرحبا بكم في كنوزينا. اليوم اخترنا باش نحضروا الكوكيز بالشوكولاتة واللوز. سهلين برشا ومكوناتهم هما 300 غرام فرينة، مغرفة صغيرة ونص المغرفة خميرة تاع جاتو، رشة صغيرة ملح، 250 غرام سكر، 100 غرام شوكولاتة كحلة، 200 غرام لوز، 60 غرام بيبيت دو شوكولا، 185 غرام زبدة، زوز كعبات عظم وثلاثة مغارف كبار متاع كاكاو ما غير سكر. نمشيو لطريقة التحضير. نبداو نخدمو الزبدة الطرية مع السكر لين يوليو كل بوماد. نزيدو الكعبتين عظم بالوحدة بالوحدة، كل ما نحطو كعب عظم نخلطو مليح، وكيف نزيدو ثانية نزيدو نخلطو مرة أخرى. نصبو فوقهم الشوكولا اللي كنا ذوبناها في باماغي، وفي الاخر نزيدوهم الفرينة المغربلة والخميرة والكاكاو واللوز المهروش الخشين، ونخلطو مليح وناخذو مغرفة نهزو بها من الخليط هذاك ونحطو فوق طبق مدهون بالزبدة ومرشوش بالفرينة. نحطو بالمغرفة بالمغرفة، وماذا بينا نخليو اسباس صغير ما بين الكعيبات، وندخلوهم للفور على درجة حرارة 180 درجة مدة 12 دقيقة ما اكثرش من 12 دقيقة. واول ما نخرجوهم من الفور ما نمسوهمش على خاطرهم يبداو طريين، اما كيف يبردوا وليو يابسين ومن داخل نلقاو لي بيبيت دو شوكولا ذايبين. وقتها نستناوهم لين يبردوا كومبليتمون، وناخذوا كعيبات الكوكيز نغلفوهم من فوق بمغرفه متاع شوكولا ذايبه، ونرشوا فوقهم شويه لوز مرحي، ونزينوا بهم الصحن ونقدموهم مع قهوه بالحليب وتاكلوا بالشفاء. كنوزينا كنوزينا.